أشادت الأوساط المختلفة في هونغ كونغ وماكاو بكلمة الرئيس سي جين بينغ المهمة في الاحتفال بذكرى الأربعين لتأسيس منطقة سينسين الاقتصادية الخاصة، حيث أعربوا عن تطلعاتهم لاغتنام الفرصة التاريخية في بناء منطقة خليج غوانغدونغ هونغ كونغ ماكاو الكبرى ودمج هونغ كونغ وماكاو في التنمية الشاملة للبلاد. يمكننا أن نرى نقطتين من تاريخ تطور شنجن، أولا نجاح سياسة الإصلاح والانفتاح، وثانيا أن الشعب الصيني يتحد ويدعم أعمال الحكومة المركزية. يدل هذا على نجاح الاستراتيجية ذات الخصائص الصينية. نأمل أن نفعل المزيد لدمج هونغ كونغ في تنمية منطقة خليج غوانغدونغ هونغ كونغ ماكاو الكبرى وفي التنمية الشاملة للبلاد، لأنه أمر مفيد لهونغ كونغ. أعتقد أن تطور شنجن هو قوة حافزة لهونغ كونغ. كنا نذهب إلى شنجن والمناطق الأخرى يستغرق السفر 8 ساعات، لكن الآن لدينا قطارات فائقة السرعة. أعتقد أن مفهوم تنمية منطقة خليج غوانغدونغ هونغ كونغ ماكاو الكبرى مهم لنا. بالنسبة لهونغ كونغ، يمكننا أن نشارك في تنمية الاقتصاد وفي مجال الثقافات والرياضة أيضا. ذكر الرئيس شي جين بينغ أن شنجن هي محرك لتنمية منطقة الخليج الكبرى، ويجب أن تلعب دورها الريادي في المنطقة، فيمكننا الاستفادة من خبرات شنجن الناجحة لخدمة تنميتنا. من خلال تحليل تجربة شنجن على مدار الـ40 عاما الماضية وتقدم نحو مستوى تنموي أعلى لتعميق الانفتاح، هذا أمر مفيد لتطور منطقة خليج غوانغدونغ هونغ كونغ ماكاو الكبرى ولدمج ماكاو في التنمية الشاملة للبلاد.